السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده رجعت لكم بفيديو جديد، وهو ازاي احمي حسابي في فيسبوك من الاختراق. في البدايه عايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات وال200 مشترك في القناه، وتسيبوا كومنت حلو علشان الكومنتات الحلوه بجد بتحفزني انه اكمل في نشر الفيديوهات. لو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده على القناه. كملوا الفيديو للاخر علشان تعرفوا ازاي تحموا حسابكم في فيسبوك من الاختراق. نبدا في الشرح بس بعد الفاصل. ورجعت لكم تاني ونبدا في الشرح. بسم الله، هنفتح تطبيق فيسبوك. وهندوس على الثلاث شروط دول. هننزل لتحت لحد ما نلاقي الاعدادات. هنضغط على الامان وتسجيل الدخول. هندخل على استخدام المصادقة الثنائية. هيظهر خيارين، تطبيق المصادقة والرسالة النصية. الاحسن والاسهل الرسالة النصية. هنكتب رقم التليفون ونعمل متابعة. هندخل الكود نعمل متابعة. ولو سجلت دخول من على اي تليفون تاني او متصفح هيطلب منك كود ومحدش هيقدر يخترق حسابك طول ما انت مفعل الخاصية دي. وبكده ابقى وصلت لنهاية الفيديو، وما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة على القناة، وتشيروا الفيديو علشان غيركم يستفيد. والسلام عليكم.